حبيبي واخويا عبد الله المالكي. يا حبيبي قدامك العافيه. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. هذه هي كره القدم. اتوقع انه اغلب لاعبين كره القدم مروا في هذه المراحل، والاقوياء هم اللي يعودوا اقوى، وانا متاكد انه انت من الاقوياء وسوف تعود اقوى ان شاء الله. باذن الله يا رب نمثل مع بعض في كاس العالم ان شاء الله في قطر. حبيبي عبد الله انت قدها.